أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم التعاون مع الجماعات المخالفة لمنهج الكتاب والسنة في المشاريع الخيرية أو في الأعمال الدعوية؟ يدخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللي يتعاون مع الجماعات المنحرفة والضالة هذا يتعاون على الإثم والعدوان. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.